بين صور الشهداء الكثيرة تبحث هذه الأم عن صورة ابنها الفقيد. هنا على جدران ساحة التحرير وشوارع بغداد تتلفت أم مصطفى علها ترى، ودموعها تؤكد إنه ما يزال معلقا على جدران قلبها الحزين. وين صورتك يما مصطفى؟ شو ماكو هنا ويوم يوم؟ حتى صورتك ضاعت يما، انت ضعت وصورتك هم. وين القي صورة ابني؟ وينها؟ جتينا خالتها وياهم؟ اي صورة صغيرونة لان ما عندي امكانية اكبرها. منذ ان فقدت مصطفى لم تغادر ساحة التحرير، نذرت نفسها لخدمة المتظاهرين، فهي تعد لهم الطعام وتشارك في تقديم الخدمات لهم، ولا يفوتها أبدا أن تبكي دائما على مصطفى ابن 25 عاما. عمره 25 سنة ومتزوج وعنده يعني بس بنية. هو كان مثل ما يقول السبع شادود بالبيت، الحمد لله والشكر. هنا أنا من دا أجي أحس ابني وياهم، أنا أحس ابني وياهم، يعني موجود هنا مصطفى موجود. هذا عوضني بمصطفى، كلهم عوضوني والحمد لله والشكر. أنا بكانيتي أداريهم، أخدمهم، أوكلهم اللي أقدر عليه، أطبخ، أساعد، أكنس، أخبز لهم، يردون عيوني أنطيهم. قبل أن تصبح ساحة التحرير بيتها، كانت أم مصطفى تسكن في بيت متهالك في واحدة من مناطق بغداد الفقيرة، والآن هي تريد مصطفى، ومصطفى رحل وهو يبحث عن الوطن. لقناة الفلوجة الفضائية من بغداد، علي عبد الكريم.